استر يا رب يا ساتر استر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب هدى في ايه يا هدى؟ مالك يا هدى في ايه؟ مراحيم هي عامله كده ليه؟ لحسن تكون بتبعت حاجه. يا خرابي البنت بتترعش ومتشنجه ومرتاحه. مالك يا هدى؟ كوبايه ميه بسرعه على زينه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. الميه فين؟ اهي سلامتك يا ستي. تعالي يا هدى حبيبتي تعالي اشربي كده ميه. ايوه وابلعي ريقك كده امسكي. ايه يا هدى احكي لنا ايه اللي حصل؟ يوه يا ستي سيبتي ركعتنا خلصينا يا وليه بقى ونضاي. يا بنت براحه شويه عليها ما انت شايفاها متخشبه في ايدينا. ما انت مش شايفاها عامله ازاي؟ ما هي مخروطه ما بتنضاش. اصبري شويه هدى ايه اللي حصل؟ مش عارفه هو ايه اللي حصل. يا اختي اسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش عارفه ايه اللي حصل يا شيخه. حرام عليكي حرام عليكي فزعتينا كلنا وقومتينا من احلاها نومه وقلب البيت وفي الاخر مش عارفه ايه اللي حصل. يا وليه اصبري شويه البنت هتنطق. اصبري ايه بس دي بتستعبط. حرام عليكي يا شيخه وقفتي قلبي وفي الاخر يا اختي هتطلع بتحلم. ما كانش حلو ده كان كابوس. كابوس شفتي اهو ده كهن النسوان بقى انا عارفاه. بقول لك ايه يا عينيا ابني يا حبيبتي استغربتي وانت نايمه. اقول لك حاجه ما تبقيش تسيبي ظهرك عريان عشان الهوا هيلطشه. كتكونيله يلا يا ولاد. قال لي يا هدى هو الكوابيس رجعت لك تاني؟ المره دي يا اختي كان شديد قوي. كنت حاسه انه طابق على نفسي وراحت بتتسحب مني. فضلت اجري في حته ضلمه لحد ما اتكعبلت وقعت في بير غويط. راح حبل شدني من رقبتي وبقيت متعلقه في قلب البير. ما فوقتش غير وانا بصرخ كده وكل حته فيها بتترعش من الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله خير. ايه دي حبيبتي؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يا بنتي؟ يا اختي انا رتبت كل حاجه وكله تمام يا حاج. سبحان الله يا شحاته. شوف الجبال هنا شكلها عامل ازاي. جبال خضراء والعمارات وسط حاجه ما شاء الله تحفه. ايوه يا حاج جميله قوي 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 يا حاج.
لا اله الا الله. في ايه يا شحاته؟ مالك؟ تعالى. بس مالك في ايه؟ يا حاج. ايه؟ يا حاج تمام. حاضر. يا حاج انا بصراحه بقى انا هتعب في البلد دي قوي. ليه؟ يا حاج ضحكوا علينا وقالوا لنا ان احنا متجوزين ستات. انا متجوز جبل من دول يا حاج. لا اله الا الله. ازاي؟ اما الستات اللي احنا سمعنا عنهم فدول هنا حاجه تانيه خالص. حاجه تانيه خالص. تحس حاجه كده انهم مستحميين غاسلين وشهم متشطفين على راي كابتن ميمي الشربيني قماشه تانيه خالص. حلوه حلوه حلوه. اسمع بقى، انا عايزك تكلمهم في مصر وتطمنهم علينا وتقول لهم اني مشغول على الاخر على الاخر وما عنديش وقت، عشان هقفل تليفوناتي وجبت اتنين لابني، واحده ليا واحده ليا. اتنين؟ امال العروسه دي هتعمل فيها ايه يا حاج؟ لا اله الا الله. انا بقول لك اتنين تليفون لبناني عشان نكلم بعض فيهم من غير دوشه، كده بقى الواحد يتفرغ عشان يقضي مهامه لما يرضي الله. كده ربنا يقويه. شكرا، مع السلامه. خير يا انهار؟ التليفون ده من الحاج مش كده يا اختي؟ شحاته بيطمنا على الحاج وبيقول انه مشغول ولما يفضح يبقى يكلمنا. مشغول؟ مشغول لدرجة انه مش عارف يكلمنا في التليفون؟ جرى ايه يا هدى؟ بيشقى يا حبيبتي. هو انت شاكة يا اختي في حكاية السفر دي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكلي كده قطعت كلامكم. لا كلام ايه؟ ده كان شحاتة بيطمنا على الحاج. ايوه ما هو لسه مكلمنا انا كمان. هو ما قالكش حاجة يا حاج؟ يعني هو بخير؟ لا الحمد لله بخير، مشغول لشوشه او ربنا يوفقه بقى. ويقويه. ربنا يجيب العواب سليمه يا رب. يا ست انهار انت فين؟ ايوه انا هنا. في ايه؟ عايزاكي في حاجه مهمه. مهمه؟ خير يا ست، انت في ايه؟ الحقي يا ستي، الواد بقاله يومين على الحال ده، لا بياكل ولا بيشرب ولا عايز يكلم حد. انا غلطت معاه. يخرب بيتك ودوك ما افتكرتي تقولي لي. مالك يا حبيبي؟ في ايه يا ملح؟ مفيش. مفيش ازاي يا ابني يا حبيبي؟ الله، مال الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ ماليش نفسي اكل. هو ينفع يا حبيبي برضه ما تاكلش؟ ده انت حتى قريت القران ما بقتش تيجي تقرا معايا. مش عاوز اقرا. جرى ايه يا واد؟ انت من امتى بترد بالطريقه دي؟ ما تتلم احسن لمك. بس 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 من فضلكم بقى سيبوني انا والاستاذ شويه. يلا اتفضلوا. الظاهر ان انا دلعتك بزياده. يلا اتفضلي. ادوا يا غالي. ايوه. مالك يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ انت ناوي تتكلم معايا ولا؟ لو مش عاوز تتكلم معايا براحه راحتك، بس انا عارف انك عاوز تتكلم معايا. اتكلم بقى وقول لي مالك. جدو، هو الغنى حرام؟ الغنى؟ ايوه الغنى. وده بقى اللي عامل معاك كده؟ انا عاوز اعرف هو حرام ولا لا؟ يا ابني كلمه حرام وحلال دي ما تتقالش كده وخلاص. لا لا لا، دي كلمه ليها اصول وعلم وفتوى وما يقولهاش غير اهل الدين وبس. امال بابا قال كده ليه؟ ابوك قال لك كده؟ الله يخرب بيت ابوك. يوم ما كنت بغني في الجنينه وانت كنت مبسوط من صوتي، هو خدني وقال لي اقرا قران احسن، خليك زي الشيخ محمد رفعت. الله 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 الله. هو يا حبيبي في اجمل ولا احلى من صوت الشيخ محمد رفعت؟ بس انا بحب اغني وزمالي بيحب يسمعوا صوتي، وكل ما يقولوا لي غني غفله يكون حرام. يا ابني مش احنا، مش احنا اللي نقول ده حرام وده حلال. لا ما ينفعش احنا نقولها، بس انت عارف احلى حاجه في الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ايه؟ انك بتخاف ربنا وعامل حسابه، عشان كده هتلاقيه دايما بينور طريقك، ومنين ما تكون هيبقى معاك، بيحميك من شر نفسك ويرشدك للطريق الصح، زي ما قال في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بص يا واد يا منعم، حب ربنا، حب ربنا
واحب صوتك واحب الغنى، بس من غير ما تنسى ولا تتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهمت يا ابني؟ شو هيدا اللي عامله صاحبك؟ هو ده الحاج فواز الصياد، دايما يفاجئ. تعا معايا. ايه يا عم جيت تجرب تعا تعا. قلبي من حبه ولهانه شايف عن طرش وسوى، واللي في حبه علقانه ودمعه لخدود روى، ما في حل من النسوانه حوا بتضل حوا، ولما بطلع هالريحان قاصد حتى اتهوى، الهوى بيلعب بالفستان قلبي يقعد يتكوى، عم تتمايل هالاغصان وشوف القمر من جوا، مثل الورد بالبستان وبده يقطفها هو، حر اللهب والنيران صاروخ القالب دوا، قصة من عمر الزمان لسه فيها بتروى، برويها بأحلى الألحان وداخل قلبه أوتارا. يوم كنا عزوبيه، يوم الماضي ويوم راح، ايام الكون بتدور.